بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بعد أن وعظ الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذه المواعظ العظيمة وبين هذه الأحكام الجليلة في شأن الإفك، أخبر سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات بالعقوبة التي تنتظر الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا حكم من الله تبارك وتعالى وعيد. قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات، الرمي هنا هو القذف، الرمي بالزنا خاصة، المحصنات العفيفات. فالعفيفة العفة تكون حصن لها، تحصنها من أن تقع في الفاحشة. الغافلات عن الشر، فهي غافلة عن الشر، لا تدري، لا تعرف طرق هذه الغواية. فهذه البريئة الغافلة التي لا تعرف طرق الشر، وليست الغافلة بمعنى يعني التغفيل ونقص العقل، لا، وإنما أنها غافلة عن هذا الشر، لا تعرف طرق يعني الشر والغواية. المؤمنات، الإيمان أكبر حصن. فالمؤمن بالله تبارك وتعالى، المتقي للمؤمن معناه يتقي لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فالذي يقع فيها في هذه الفاحشة لو كان مؤمنا حقا بالله تبارك وتعالى ووقت وقوع الفاحشة منه لما قارف الفاحشة، علم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. فهذه الذين يرمون المحصنات العفيفات الغافلات عن الشر، المؤمنات بالله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى. لعنوا، واللعن هنا جاء يعني إسناد الفعل لما يسمى فاعله، ولا شك أن فاعل هذا هو الله تبارك وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى لعنهم، طردهم من رحمته في الدنيا والآخرة. عليهم اللعنة في الدنيا ولهم اللعنة في الآخرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة. وهذا بيان لأن هؤلاء الذين رموا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيهم هذا الوعيد الدنيوي والأخروي: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذه الآية عامة: إن الذين يرمون المحصنات، أي محصنات، وهي كذلك بسبب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي داخلة فيها دخول أولي فيها. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع
الموبقات، قال قال صلى الله عليه وسلم اتبعوا اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع ذنوب الموبقة المهلكة. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل النفس التي حرم الله، وقال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا من السبع الموبقات، وهذا هنا يعني مطابق لقول الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ينطق الله تبارك وتعالى هذه الأعضاء فتنطق على صاحبها، عندما ينكر ويجحد فإن هؤلاء الكفار والمنافقون يجحدون، يجحدون أنه وقع منهم هذا الأمر. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وكذلك يقول الكافر ويقول العاصي أنا لا أقبل، ويقول الله أنا لا أقبل يعني علي شاهد إلا من نفسي. فعند ذلك ينطق الله تبارك وتعالى أعضاءه، تقول يده فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وتقول رجله فعلت كذا مشيت إلى كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويشهد جلده يده. وقال تبارك وتعالى عن الكفار الذين قالوا بأن يعني الله تبارك وتعالى لا يطلع على ما خفي من عملنا وإنما يعلم ما أعلناه فقط، كما قال ابن مسعود بينما رجلان سمينان يطوفان حول الكعبة من قريش، فقال أحدهما للآخر أترى أن الله يطلع على فعلنا؟ فقال ما عملنا من جهر يعني علمه، وما عملناه في السر لم يعلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكانوا يستترون لأنهم يظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يعرف ولا يعلم ما يعملونه في السر. فالله يقول لهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنتم في ما دار في خلدكم أن جلودكم وأيديكم وأرجلكم ستشهد عليكم يوم القيامة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيخبر هنا سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة المنكرة وهي رمي المحصنات الغافلات المؤمنات في أن الله تبارك وتعالى سينطق ألسنتهم عليهم، اللسان الذي هو يعني بإرادة الإنسان يتكلم، بإرادة هذا الكافر والمنافق يتكلم وينفي عن نفسه أنه فعل هذا، فينطق الله تبارك وتعالى اللسان كعضل الله ينطقه ليشهد على صاحبه، وكذلك اليد لتشهد على صاحبها والرجل لتصعد على صاحبها. وطبعا يقول هذا المخذول يقول لأعضائه عن كن كنت يعني أدافع، أنتم تشهدوا علي، أنتم شاهدين من نفسي يديت، وأنا كنت أدافع عنك أيتها اليد وعديت. فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسانه يشهد عليه، فينطق الله تبارك وتعالى لسانه بالحق ليشهد على صاحبه، وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يومئذ يوم القيامة يوفيهم الله، التوفية هو إعطاء الشيء وافيا يعني كاملا، دينهم الحق جزاءهم الحق، ودينهم لا تأتي في القرآن إلا بالجزاء، يعني يعطيهم الله تبارك وتعالى جزاءهم الذي يستحقونه تماما، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ويعلمون في ذلك الوقت العلم اليقين بابه عندما يعاين عذاب الرب تبارك وتعالى عقوبته أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، الحق البين الذي لا شبهة فيه، وبالتالي أن وعده ووعيده حق وصدق سبحانه وتعالى.
ثم قال جل وعلا: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات للخبيثين، يعني أنها تليق بالخبيثين من الرجال، والخبيثون أي من الرجال للخبيثات من الكلام، هاي يستحقونها يتلهم. والطيبات للطيبين، الكلمات الطيبات هذه للطيبين، والطيبون من الرجال للطيبات للأعمال والأقوال الصالحة الطيبة، أولئك يعني الطيبون مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وفي الوجه الآخر في التفسير: الخبيثات للخبيثين، يعني الخبيثات من النساء للخبيثات، يعني أنه قدرا من الله تبارك وتعالى وفطرة وتيسيرا وتوفيقا أن الله تبارك وتعالى يعني يجعل المرأة الخبيثة لا يوافقها ويميل إليها ويحبها إلا خبيث مثله، وكذلك الرجل الخبيث لا يوافقه إلا خبيثة مثله. فالأشكال يعني التي تنسجم بعضها مع بعض لا بد أن تكون من مشرب واحد ومن توجه واحد. وأما النفس الطيبة فلا يمكن أن تلتئم مع نفس خبيثة أبدا. والطيبات للطيبين، الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، فلا يلتئم مع الطيب من الرجال إلا امرأة طيبة. وكذلك الطيبون للطيبات، الرجال الطيبون كذلك للنساء الطيبات، أولئك يعني الطيبون مبرؤون مما يقولون، مما يقولون يعني يتهمونهم بهم أهل يعني الإفك والكذب، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا فيه بيان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو أطيب الطيبين صلى الله عليه وسلم، لا أطيب من عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، أشرف الخلق وأفضل الخلق وسيدهم جميعا وأعلاهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، لا يوافقه لا شك إلا امرأة طيبة ونفس طيبة، ولا يمكن أن يميل بقلبه ويحب إلا امرأة طيبة. عائشة أم المؤمنين كانت أحب الخلق إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يكون، كيف يعني يتصور أن يكون أطيب خلق الله تبارك وتعالى توافقه ويحب امرأة خبيثة ترضى على نفسها يعني الإثم والفاحشة، هذا يستحيل. فهنا بيان من الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يعني دائما لا يجعل نفسا طيبة تلتئم وتحب إلا يعني ولا يوافقها إلا نفس طيبة مثلها. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك هؤلاء الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون، يعني أن الله تبارك وتعالى برأهم البراءة اللي هي البعد والنزاهة مما يقولون، يقوله أهل الإفك والكذب، لهم مغفرة عند الله تبارك وتعالى لذنوبه، لهم مغفرة لذنوبه عند الله تبارك وتعالى، ورزق كريم في الجنة، هذا وعد من الله تبارك وتعالى. وتأتي هذا في ختام هذه الشهادة الإلهية، شهادة من الله تبارك وتعالى في هذا الأمر العظيم، شهادة ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مما رماها أهل الإفك، وتأتي هذه الشهادة بهذه التوضيح وبهذه الأدلة وبهذا البيان الإلهي العظيم. ومثل ما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لقد كان يعني أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى. يقول: كنت أطمع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تعالى بها، وكنت أحقر عند نفسي من أن ينزل الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى، لكن لننظر هذه الحصان الرزان المتواضعة المؤمنة العفيفة كيف أن الله تبارك وتعالى ينزل في شأنها هذا القرآن منه جل وعلا إلى عباده ليتلى إلى يوم القيامة، شاهدا
بنزاهتها وبراءتها، وأن نفسها الطيبة يعني وأن نفس رسول الله الطيبة صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن يوافقها إلا نفس طيبة كذلك. والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان مجموعة من الآداب يعلم بها المؤمنون، يعلم بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. لهذه الآداب التي من شأنها أن تكون حماية للبيت المسلم والأسرة المسلمة للمؤمنين من أن يقعوا يعني في الفاحشة أو تتدنس أعمالهم أو يكون هناك شبهة من الشبهات التي يمكن أن يدخل منها كذلك يعني أعداؤهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أول هذا نظام الاستئذان من خارج البيوت. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يدخل الإنسان بيتا غير بيته، بيت الدار ثم بيت لأنه مكان المبيت. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والاستئناس هو أن يرى الزائر والداخل إلى بيت غيره أن أهل هذا البيت هم يأنسون لدخوله، والأنس هو والاستئناس به بمعنى أنه يعني ليس لا يستوحشون من ذلك ولا هم كارهين بهذا، بل هم فرحون مسرورون عندما يعني يزورهم هذا الزائر. فلا بد أن يرى عندهم القبول، أدنى الأمر القبول والاستئناس به، وليس الاستيحاش ويعني الجفول والجفو منه. فإذا شعر الإنسان أنه يعني هناك أمر ثقيل أو أمر يكرهه أهل البيت من دخوله فلا يدخل، بل لا بد أن يرى عندهم ترحيبا به واستئناسا لدخوله. أن تستأنسوا، ثم قال وتسلموا عليها. لا دخول إلا بعد السلام على أهلها، وهي قول السلام عليكم ورحمة الله أدناها، السلام عليكم الأدنى ورحمة الله بعد ذلك الخطوة الثانية وبركاته الثالث. وتسلموا على أهلها، أهل هذه البيوت، ذلكم خير لكم. ذلكم الذي مشار إليه هذا الأدب، أدب الاستئذان، خير لكم، خير أخير. لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون بهذا الأدب الإلهي الذي يؤدبكم الله تبارك وتعالى به، تتذكرون أن هذا تأديب وتعليم لكم من الله تبارك وتعالى. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا لم تجد صاحب الدار في داره إياك أن تدخل، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إلا إذا أذن لكم بأن قال لكم: إذا لم تجدني فادخل الدار، انتظرني في هذا المكان، فيكون هذا إذن منه. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إن قيل لكم مجرد قول، وهنا قيل لكم، ما شرط أن يقول صاحب الدار، لا، إن قيل لكم هذا القول صدر من صاحب المنزل، من أهله، من أبنائه، إن قيل لكم ارجعوا، يعني إن مثلا أبانا الآن أو كذا، أو لسنا مستعدين للقائك الآن، عد في وقت آخر فارجعوا. ليس معنى قول الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو من باب تحصيل الحاصل، فإن الإنسان إذا قيل له ارجع وهو زائر فهو فسيرجع، لن يقاتل ولن يقف ولن يقول، هذا العادة أن يرجع. لكن النهي هنا إنما فارجعوا دون أن يكون هناك يعني في النفس شيء من إرجاعك، فإن هذا من حق صاحب الدار، فربما كان محرج الآن أن يستقبل أحدا، فإذا قيل لك ارجعوا فارجعوا أي ولا يكن في النفس تلوم وسخط وبغض لهذا، بل إن هذا من حقه، يصبح إن هذا من حق صاحب الدار أن يقول لزائره إذا كان في حرج من زيارته الآن أن يقول له ارجع.
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني ارجعوا أنت طيب النفس، يعني هو أزكى لكم. هذا أطهر، أن تحرج صديقك وأخاك وصاحبك فتدخل وهو متضايق منك، لا يريد دخولك الآن، له ديت، ربما تطلع على عورات لا يحب أن تطلع عليها، هو أزكى لكم، أطهر وأنظف، والله بما تعملون عليم. ختام الآية يبين أن الله عليم بكل أعمال، سواء كان هذا العمل من أعمال القلب أم من أعمال الجوارح، فإن الله تبارك وتعالى عليم بكل ذلك. فأي راقبوا ربكم سبحانه وتعالى، فإن الله عليم بكل أعمال. ثم قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أي بدون استئذان. بيوت غير مسكونة يعني بيوت ليس فيها، ليست سكن لأهلها، والسكن مكان للسكون والراحة والطمأنينة فيه الديت. أما البيوت غير المسكونة كالأسواق وغيرها من أمور مثلا مفتوحة للجميع وليست هي مكان يعني بيوت للناس تسكن فيها وتعيش فيها، وإنما فيها متاع لكم، فيها متاع، إما أنه هذه يعني معارض، متاحف، أسواق، غيرها من الأماكن العامة أن يدخل الإنسان دون أن يستأذن. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي من المفتوحة يعني لعموم الناس، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله سبحانه وتعالى يعلم ما تبدونه من أعمالكم تظهرونه، وما تكتمون يعني تخفونه، سواء كان هذا الكتمان في الصدر أو إنه إخفاء عن يعني الناس، فإن الله تبارك وتعالى يعلم هذا وهذا. ثم قال جل وعلا بعد هذا، هذا أدب البيوت والاستئذان، قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أداب النظر، وأدب الله تبارك وتعالى في هذا الأدب المؤمنين والمؤمنات، والنظر هو الخطوة الأولى نحو الزنا، النظر إلى العورات. فالله تبارك وتعالى هنا بعد أن بيّن يعني آداب الاستئذان من داخل البيوت، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالاستئذان سابق، لأن تستأذن حتى لا تطلع يعني في بيت أخيك المسلم على يعني حرماته ولا ما لا يحل لك أن تنظر إليه. جاء النظر بعد ذلك، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أمر من الله تبارك وتعالى، جاءت الآية بصيغة أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يقول للمؤمنين غضوا من أبصاركم، أي فيغضوا، وذلك أنهم مؤمنون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وذلك أنهم هم الذين يستجيبون للفعل بإيمانهم لأنهم مؤمنون. وجاء هذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مجزوم، لأنه مضمن معنى الشرط، يعني إن تقل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيغضوا يعني أن هذا ديت، أنه إن تقل لهم غضوا عند ذلك يقع منهم هذا، يغض من أبصاره. والغض هو القصر، تقصير من النظر، وضد الإطالة، يعني لا تطل نظرك إلى العورة، بل إذا سقطت عينك على يعني عورة فأقصر
أو اصرف بصرك. كما في الحديث يعني لما سئل النبي عن النظرة فقال يعني اصرف بصرك، وقال إنما لك الأولى وعليك الثانية، لك الأولى في النظرة الأولى وعليك الثانية، إذا مددت بصرك ونظرت النظرة الثانية فيكون هذا عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم ويحفظوا فروجهم. بعد هذا حفظ الفرج، حفظه عن الزنا وحفظه عن يعني العورات والكشف، ذلك أزكى له. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج أزكى لهم، أزكى أطيب وأطهر. إن الله خبير بما يصنعون، إن الله سبحانه وتعالى هذا تهديد وعيد. خبير، الخبرة هي العلم الدقيق، العلم الخفي بالأمور، يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم الأمور يعني الخفية ديت ويعلمها سبحانه وتعالى، فهذه خبرة، هذه معنى الخبرة. إن الله خبير بما يصنعون، وقال بما يصنعون لم يقل بما يعملون، وذلك أن يعني الصنع أخص من العمل، فالعمل يدخل فيه كل عمل، ولكن الصنع عمل متقن. وهنا يعني نظر العين وتكلم بالنظر والغمز واللمز، يعني العيون لها لغة، فهذه وهذه صناعة، هذه صناعة. إن الله خبير بما يصنعون، يعني بأخص أعمالهم، العمل اللي هو المتقن والذي يظن الإنسان أن هذه نظرة يعني هي عنده لها معنى، ويظن أنها لا يعلمها الله تبارك وتعالى، فالله يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني نظرة خائنة فإن الله يعلمها سبحانه وتعالى. فقال إن الله خبير بما يصنعون، ولم يقل بمجرد بما يعملون، بل لو كان هناك أمر من هذا العمل يعني بالنظر هو من داخل من باب الحذق والمهارة والصناعة في لغة يرسلها، فالله عليم بها سبحانه وتعالى. وإن كان يظن أنها تخفى يعني على الناس فإنها لا تخفى على الله تبارك وتعالى. إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أمر المؤمنات كذلك أن يغضضن من أبصارهن، الغض اللي هو التقصير من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، نفس الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به الرجال. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يبدين يظهر زينتهن إلا ما ظهر منها. المرأة كلها زينة، وكل شيء فيها مدعاة للفتنة، من قمة رأسها إلى أخمص قدمها، وما تتجمل به وتتزين به زينة على زينتها. فشعر المرأة ووجهها ويديها وقدميها وكل يعني جزء من كيانها إنما هو زينة وفتنة وجمال ويلفت النظر. فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنات أن لا تبدي شيئا من زينتها، ثم قال جل وعلا إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها فيها وجهان من وجوه التفسير لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إلا ما ظهر منها، الزينة التي تظهر منها بحكم ما تظهره من جسدها اللي هو الوجه والكفين، فإنه يرى أن الوجه والكفين هي المرأة تظهره ديت، فإن المطلوب تغطيته إنما هو سائر البدن إلا الوجه والكفين. فإذا كان في الوجه زينة كان يكون فيه كحل في العين، واليد خضاب في اليد كالخضاب، أو الخاتم في الأصبع، فهذا زينة، وهذه الزينة كحلها في عينيها أو خاتمها في يدها أو خضابها في يدها إنما تظهره بحكم ما أبيح لها أن تظهره. فإلا ما ظهر منها بحكم ما تظهر من الوجه والكفين. والوجه الثاني إلا ما ظهر منها يعني رغما عنها، رغما عنها، كأن تكون في حجابها فتأتي الريح فتكشف شيئا من جسدها، تكشف عن ساقها عن قدمها، فيكون إلا ما ظهر منها يعني رغما عنها.
بدون قصد منها. على كل حال وقد أدركنا الوقت، وهذه الآية طويلة وفيها إن شاء الله يعني إن شاء الله مزيد تفسير والشرح نعود إليها إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.